أنا معكم أخوتي، سلام ربي يسعد قلوبكم، مجد الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. اليوم بدي أحكي عن طوباوي، كثير حبيته بس عرفت قصته وحبيت شاركها معكم. الطوباوي اسمه بارتولو لونجو، ولد ب 10 شباط 1841 بجنوب إيطاليا. عائلته كانت كثير كثير غنية. توفى بيو لما كان عمره 10 سنين، انما هو وتزوجت امه، كمل تعليمه، كان كتير كتير ذكي هيدا الانسان، لدرجة كان يتفوق جدا بالمدرسة، كانت افكاره علمية بشكل واضح، مع العلم انه بيو وامه كانوا ملتزمين بالكنيسة التزام كامل، يعني كان عندهم الايمان اولا والالتزام بالكنيسة. انما بفترة صبالة هيدا الانسان صار في كتير مظاهرات وثورات بإيطاليا، عم نحكي نحن بال 1860، فترة الستينات، لما كان هو مع تلاميذ الجامعة. تلاميذ الجامعة عملوا احتجاجات وصار في كتير القومية الإيطالية، وقاموا على الفاتيكان بدهم يغيروا البابا، بدهم يقضوا على البابا. للأسف كان هيدا الشاب واحد منهم، كان طوباوي حبيبنا هو واحد منهم. دخل بفرقة مع الشباب ضد الكنيسة وصار يهاجم الكنيسة، يهاجم البابا، لدرجة صار رأس حربة بده الإطاحة بقداسة البابا. درس كتير معهم، للأسف كانوا حركة من عبادة الشيطان، درس وعمل دروس كتير لدرجة أصبح كاهن شيطاني، لدرجة صار وصل كاهن للشيطان. صار بعد بضع سنين حس بيأس كتير كبير وصار بده ينتحر، حس باكتئاب، وهو بوسط كل هيدا اليأس بيسمع جواته، وسمع اخوتي، سمع حسه، يعني عم بيسمع عن جد صوت بيو المؤمن اللي عم بيقول له ارجع لعند الله، ارجع على الكنيسه، ارجع لله، ارجع لله، عدة مرات. فعلا هو عندها بيستجيب لهالطلب هيدا، وبيروح لعند احد اصدقائه اللي كان يعرفه من زمان مؤمن وبيضل بالكنيسه. هذا الانسان المؤمن بيعرفه على احد الكهنه المؤمنين جدا، بيعترف، بتوب توبه كامله مع اعتراف صادق، وبيرجع يعيش بالايمان، بيرجع بيروح على الكنيسه وبصير احد شبيبه الكنيسه. بإحدى الليالي هو بقلب مدينة بومباي حد إحدى الكنائس، بيتذكر إنه هالمدينة كان فيها فسق كتير كبير، مين منا ما بيعرف مدينة بومباي، كان في أصنام، وعندها بيتذكر لما هو كان بعبادة الشيطان بحس كتير بيأس، وبيصير يقول أنا نصيبي ومصيري النار، أنا كتير عامل خطايا، بدي أروح على النار. صار يبكي، حس بيأس كتير كبير، أنا شو مصيري، أنا شو كنت عامل. عندها يا أخوتي بيقول بيسمع أجمل صوت سامعه بحياته، بيسمع صوت العذراء عم بتقول له إذا كنت عم تطلب الخلاص انشر عبادة الوردية، إذا كنت عم تطلب الخلاص لنفسك انشر الوردية. هون هو بخبر إخوته، بيركع وبيصير يبكي، بعده صوت العذراء معه، ما تخاف أنا رح كون معك، شور عبادة الوردية. بيركع بالشارع، بنص الشارع بيركع وبيقول انا بوعدك يا عذراء، يعني الناس اللي مرقين عم بيشوفوا عم بيحكي مع مين، بيركع وبيقول انا بوعدك يا عذراء مش رح اترك هيدا الوادي الا ما اخبر وعلم وصلي ورديتك قدام الكل ومع الكل، بدي اعلم ورديتك وعلمهم الصلاه وخبر عن الورديه بكل الوادي هون، ومش رح فل الا ما الكل يكونوا عم يصلوا الورديه وين ما اوصل. وفعلا اخوتي كمان بلش بهالامر وانضم الى الرهبنة مار فرانسيس الثالثة اللي هي للعلمانيين، وتزوج واسس مع مرته فريق الوردية، اسس بالمنطقة هناك فريق الوردية للصلاة، ورمم كنيسة قديمة بتشرين اول عند 1873 وعلق فيها صورة الوردية المقدسة. تشرين اول علق صورة الوردية المقدسة، وبعد بس ساعات قليلة من تعليق هيدي الايقونة المباركة صارت العجايب، وصار العجقة من كل الميلات تجي على الكنيسة، لدرجة بعد فترة قال له الأسقف إذا سمحت بقوة صلاتك أنت مع أمنا العذراء بدك تصلي لها حتى تكبر الكنيسة، الكنيسة ما بقى بتساع، خلينا نكبر الكنيسة.
وفعلا بيشهر ببناء كاتدرائية، وهالكاتدرائية هاي بس صارت تقريبا عم تخلص كلياتها، حتى تشوفوا قديش صار عنده هالتواضع هالإنسان، سلمها للفاتيكان، سلمها لقداسة البابا، وقال له خلص سيدنا قداستك بتنهوى انتو وبتنعلم انه هيدي تابعة للفاتيكان. شوفوا كيف اتباع، كيف ابناء امنا مريم العذراء بيكونوا. قال له هيدي صارت لألكم، انتو بتتصرف فيها، انا ما الي شيء. وعد حاله مثل اصغر المؤمنين. هيدا الامر صار سنة 1906. غيرته الرسولية وحماسه لنشر الوردية ما خف ابدا، لا بل صار يروح على الحفلات والمقاهي ويوقف بين الشباب بالمقاهي، يفوت لعندهم هن وبالكافتيريا قاعدين او بالمقاهي، ويخبرهم عن الوردية، عن كيف يصلوها، وعن خطورة السحر والتنجيم والشيطنة والتبصير واليوغا وغيرها. صار يخبرهم انتبهوا هيدا عمل شرير، هيدا عمل شيطاني، ما حدا يمارس اليوغا، ما حدا يمارس السحر، ما حدا يصلي بالفنجان، لأنه هو عاشهم، هو كان واحد منهم. وضل شهد لربنا يسوع المسيح، شهد لسخاء أمنا مريم العذراء معه، ضل يشهد قديش مريم العذراء كانت سخية معه، وقديش حلو روعة وصلاة وإيمان الكاثوليكي. كان يقول لهم قديش حلو الإيمان الكاثوليكي، وأمنا مريم العذراء قديش مباركة فيه، وعلمهم الصلاة. استمر طيلة حياته بنشر الوردية لحد ما مات براحة القداسة بخمسة تشرين الأول سنة 1926. بالعام 1939 سميت الكاتدرائية اللي كان هو عم يعمرها سلطانة وردية بومباي الفائقة القداسة، وبعدها لهلا يا اخوتي فوتوا وشوفوا صورها على الانترنت. اعلنوا قداسة البابا القديس يوحنا بولس الثاني طوبويا ب 26 تشرين الاول سنة 1980، مطلقا عليه لقب رسول الوردية، مطلقا عليه لقب رسول الوردية. وهون اخوتي انا نسيت لكم انه بس بلش بالرهبنة الفرنسيس مع رهبنة مار فرانسيس، اطلق على نفسه اسم جديد هو روزاريو اي الوردية، صار اسمه هو الوردية. والبابا القديس اطلق عليه لقب رسول الوردية. شوفوا قديش كانت حلوة حياته، تحول من كاهن شيطاني الى رسول الوردية. هاي قوة امنا مريم العذراء، هاي قوة ربنا يسوع المسيح، هاي قوة كنيستنا قدام 30,000 شخص اعلنوا قداسة البابا رسول الوردية. بركة امنا مريم العذراء، بركة القديس الطوباوي، ان شاء الله بيصير قديس قريبا. شوفوا كيف 26 تشرين الاول اعلنوا طوباوي، مات بخمسة تشرين بلش بناء الكنيسة. يعني تشرين اول قديش وزع عليه خيرات الوردية. الى اللقاء، سلام، رب يسوع معكم.